أهلا بكم. يقال تمخض الجبل فأنجب فأرا، وهذا هو حال الديمقراطية القطرية التي فرقت بين المواطن والمواطن وعززت النعرات القبلية بين أبناء البلد الواحد. عهود تلتها عهود بعقد انتخابات حرة نزيهة لم تكن سوى وعود زائفة حطمت آمال الشعب القطري الشقيق على صخرة التفرقة البغيضة. فما إن بزغ القانون الانتخابي حتى كشف عن عنصرية تزكم الأنوف، قسم الشعب فيها إلى مستويات: غير القطري، القطري المنبوذ، والأكثر قطرية، والقطري الخالص. قانون ادعى القائمون عليه أنه سيكون نقلة سياسية تشهدها البلاد، كيف ستكون نقلة يتساءل البعض وفيها القطري الناقص للحقوق المدنية والمبتورة يده عند فتح صناديق الاقتراع وإعلان الانتخابات. انتظر القطريون كثيرا ليشهدوا انفتاحا ديمقراطيا حقيقيا لطالما تغنى به قادتهم أمام عدسات الكاميرات وفي التصريحات الصحفية، ودعوا إلى تطبيقه في دول قريبة وبعيدة، إلا أن الواقع كان مريرا مع مواطنة مجتزأة وديمقراطية مشوهة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من البرنامج الخاص، والتي نسلط الضوء فيها على التجربة الديمقراطية القطرية، أو بمعنى أدق الوليد المشوه، وما شابه من لغط كبير. أدانت منظمات حقوقية قانون الانتخابات القطرية التمييزي الذي يحرم الآلاف من حق الترشح والانتخاب، ورافقت صدور هذا القانون حملة اعتقالات لعشرات القطريين الرافضين لهذا القانون. جميل أن تسعى لتطوير الوطن بكامل مكوناته والانتقال به من حال إلى حال أفضل، من حكم ديكتاتوري وعنجهي إلى حياة ديمقراطية منظمة ومؤسسات وقوانين فاعلة، طموح يسهل الحديث عنه والترويج له، إلا أنه أمر صعب المنال، يتطلب الجهد الكبير والفهم الأكبر، يحتاج لخبرات متراكمة ونجاحات متواصلة تؤسس لهذا الحلم الكبير. نجحت وتميزت به كثير من الدول، وارتقت بشعبها ومجتمعها إلى أعلى المراتب من خلال تطوير شامل وإرادة وطنية صادقة، حولت الدول الفاشلة إلى دول ناجحة. ولكن تجربة قطر التي هي حديث الساعة وضعت بصمة جديدة تثبت فشلا في الإدارة السياسية. فالدوحة عندما أرادت أن تكحل وضعها السياسي أعمته بقوانينها وقراراتها الجائرة بحق أبناء شعبها، أعمته عندما أفشلت عملية الانتخابات بدستورها المنقوص في مهدها، تدفع بكامل قوتها تجاه أمر ليست القوة والعنجهية من مقوماته أو حتى من روافده. إنها عملية سياسية يا قطر، عملية تتطلب الحكمة والتفاوض والتشاور، تستلزم مظلة جامعة، وطنا للجميع، حقوقا متساوية، حريات عادلة، وبالطبع قانونا ودستورا فاعلا وصادقا. هذه مطالب الشباب، هذه مطالب الشباب، وهذه رسالة. لن تتحقق أحلام اليقظة بإنجاح تجربة ديمقراطية صحيحة على أرض بور، وطن يضع قانونا انتخابيا يحرم مكونا شعبيا أصيلا وعريضا من المشاركة في الانتخابات. والويل ثم الويل لمن يعترض على هذا القانون الجائر، ومن يتجرأ ويعبر عن رأيه لا يجد قانونا يحميه، بل تتلقفه أيادي رجال أمن الدولة وتزج به تعسفيا ودون محاكمات في سجون قد لا يخرج منها حيا. ما هكذا تورد الإبل يا قطر. ما يواجهه الشعب القطري اليوم في وطنه هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان،
تهميش واضح لفئة تعد مكونا أساسيا من مكونات المجتمع، يتعرضون للقمع والحرمان من أبسط حقوقهم السياسية، وهي أن يتمتعوا بحق الانتخاب والترشح إسوة بغيرهم من المواطنين. والمضحك المبكي في الدوحة هو التعتيم الإعلامي الكبير الذي يطمس الواقع ويستبدله بالترويج لقطر كدولة عصرية ديمقراطية. هذه مطالبنا ونرجو من سمو الأمير الاستجابة لها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن السيد ديفيد باول، كاتب في الشؤون العربية والدولية. أهلا بك سيد الكريم. بداية، منظمة Human Rights Watch طالبت قطر بتعديل قانون الجنسية ليمنح جميع المواطنين أصليين ومتجنسين حقوقهم الكاملة بالمواطنة. هل تعتقد أن قطر يمكنها بالفعل الإقدام على هذه الخطوة والمضي كذلك في تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل؟ Well, the step of actually holding elections in Qatar is quite a large one, considering these elections have been postponed regularly since. إن خطوة إجراء الانتخابات في قطر خطوة كبيرة جدا، بالنظر إلى أن هذه الانتخابات قد تم تأجيلها بانتظام منذ أن نص عليها دستور عام 2004. أعتقد أنه من غير المحتمل في هذه المرحلة أن يقوموا بتعديل هذا القانون، ومن المحتمل أن يمضي قدما كما هو. كما أشرت، لاحظ مراقبو حقوق الإنسان العديد من المشاكل مع من يحق له إجراء هذه الانتخابات، ومسألة من مواطني قطر قادر على التصويت وهذا غير واضح. فهذا القانون يضع فرقا بين أولئك الذين يمكنهم تتبع أصولهم إلى وجود عائلاتهم في قطر قبل عام 1930، وأولئك الذين لا يستطيعون تتبع أصولهم، وليس من الواضح إذا يستطيعون التصويت أو الترشح للانتخابات. يقول البعض أنه إذا كان لديك جد ويمكنك إثبات الإقامة المستمرة في قطر يمكنك التصويت، ولكن لا يمكنك الترشح. والبعض الآخر أفاد بأنه لا يمكنه فعل أي منهما. على أي حال، يكتشف الناس الآن فقط أنهم مواطنون متجنسون بالكامل، وقد جاءت عملية التصويت لبعض الناس كمفاجأة، حيث أنهم لا يعتبرون مواطنين قادرين على التصويت. سيد ديفيد، أرجوك تفضل بالبقاء معي، حيث ينضم إلينا أيضا من لندن السيد باري تومالين، محرر في الشؤون الدولية. سيد باري، لماذا تصر قطر على إجراء انتخابات منقوصة رغم علمها أن ذلك مناقض تماما لحقوق الإنسان؟ Well, there are assumptions that we're making here. The first thing is that I think very much. هناك عدة افتراضات سنضعها الآن. أولا، يجب علينا أن نفهم بأن انتخابات المجالس هي عملية مستمرة، وفي الحالة القطرية بعد الاستفتاء على الدستور الدائم عام 2003 ووضع قانون الجنسية عام 2005 لم يتم وضعه موضع التنفيذ. والذي حدث الآن في هذه الانتخابات أن هناك بعض الأشخاص الذين تم استبعادهم، والذين يوصفون بأنهم قطريون متجنسون وليسوا قطريين أصليين، وهذا هو سبب المشكلة، كما أنه تسبب بالعديد من المشاكل بالتحديد لقبيلة المرة، وهي من القبائل البارزة في قطر والسعودية، ولديها أيضا روابط في البحرين. أظن أنهم وضعوا موضع تنفيذ انتخابات عنصرية بطريقة ممنهجة، وهناك مسائل تحتاج إلى معالجة، وأتمنى أن يتم تناولها عندما يتولى مجلس الشورى الجديد منصبه، رغم أنني لا أعتقد ذلك. نعم سيد باري، أرجوك تفضل بالبقاء معنا. هذا، وأكدت العديد من الدراسات الأكاديمية والوثائق المعتمدة أن قبيلة المرة تعتبر من أعرق وأكبر القبائل في قطر، إلا أنها تعاني من انتهاكات عديدة كان آخرها إقصاءها من حق الترشح والاقتراع في الانتخابات القطرية. نتابع.
هناك في عمق تاريخ منطقتنا العربية وتحديداً على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية برزت واستقرت قبيلة آل مرة كقبيلة عربية عريقة تلعب دوراً محورياً في المنطقة على مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية عبر تشاركها وتفاعلها الكبير في مختلف الأحداث والمحطات المهمة لتاريخ المنطقة حتى باتت من أبرز وأقوى القبائل بحسب ما تؤكد العديد من الدراسات الوثائقية خصوصاً مع الحديث عن البنية السياسية للقبيلة والتي شارك أبناؤها في بناء الدولة القطرية وتحملوا أعباءها وكابدوا كل الصعاب معها أملاً بأن يجنوا ثمار تعبهم بالعيش كراماً في وطنهم يتمتعون بكامل حقوقهم إسوة بغيرهم من أبناء الشعب. بين ليلة وضحاها صحت قطر على قرارات جديدة ظاهرها انتخابات تشريعية ترشح وانتخاب، إلا أن باطنها تهميش وانتهاك صارخ لحقوق أبناء قبيلة آل مرة، فقد تم استثناء القبيلة وغيرها من هذا التوجه. ليست أي قبيلة، إنها أكبر القبائل القطرية التي تحمل إرثا عريقا وثقلا اجتماعيا مهما تناساه النظام، وأصدر قانونا انتخابيا جديدا منقوصا يستبعد قبيلة آل مرة العريقة وغيرها من حق الترشح في الانتخابات، ما يضعها بالتالي على الهامش السياسي، وهو أمر يناقض حقوق الإنسان ويعكس الخلل المجتمعي والسياسي في التوجهات السياسية لقطر، ويعكس أيضا منهجية النظام القطري في التعامل مع أبناء هذه القبيلة الذين تعرضوا للكثير من الانتهاكات والحملات العدائية وفق الدراسات والبحوث المنشورة التي أكدت على عراقة هذه القبيلة وبالتالي أحقيتها في التمتع بكافة حقوقها الاجتماعية والسياسية التي يحاول النظام سلبها إياها بكل السبل. هذا وقدم وزير الخارجية القطري اعترافا صريحا بأن قانون الانتخابات يحرم شريحة واسعة من ممارسة حقهم الديمقراطي. نتابع. قد تكون هناك قيود قانونية في الوقت الحالي مما يمنع جزء من السكان بالمشاركة في الانتخابات، ولكن البقية يشاركون في التصويت. هناك أيضا عملية واضحة لتغيير هذا القانون، يجب على مجلس الشورى المقبل معالجة الأمر، ويمكن لأعضاء الشورى المنتخبين أن يقرروا ما إذا كان بإمكانه تغطية الجميع. كما ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب. أهلا بك سيدي الكريم. إذا ما يجري في الدوحة مؤخرا يعني أثار يعني استغراب مواطني دول مجلس التعاون، حيث لم يسبق أن تم إصدار قانون تمييزي بهذا الشكل. إلى أي مدى ترى خطورة قانون الانتخابات في قطر يعني وتناقضه أيضا مع كافة حقوق الإنسان؟ مساك الله بالخير أخي الكريم، ومساك بالخير على الأخوة كذلك الضيوف في الاستديو والأخوة المشاهدين الكرام. بداية يمكن القول أن الوضع اليوم في قطر مغلق أمانة، حيث أن قانون الانتخاب المباشر المثير للجدل يأخذ قطر إلى وضع سياسي خطير، ولذلك من أفضل دولة قطر العمل على تعديله قبل الشروع في إجراء الانتخابات حتى يمكن تفادي مشكلات كثيرة في المستقبل. ومن الضروري إعداد تشريعات أكثر عدالة وتأكد على وحدة المجتمع القطري. على اليد الأخرى، لو أخذنا على سبيل المثال القوانين الانتخابية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية وقوانين حقوق الإنسان في مملكة البحرين، نجد أن هذه القوانين هي مفخرة، وأمانة نحن كممثلين للشعب وفي مجلس النواب نفخر بهذه القوانين المتميزة والمتطورة التي لم تمايز ولم تفضل أحد من المجتمع، بل على العكس لدينا أيضا سابقة نفتخر فيها، حيث أن في انتخابات المجالس البلدية على سبيل المثال يحق أيضا للمقيم التصويت متى ما امتلك منزل، حيث أنه يحظى ويتمتع بالخدمات المقدمة في البحرين، لذلك من حقه الإدلاء برأيه، وهذه سابقة تطور في البحرين نفتخر به.
نعم، أيضا قبيلة المرة موجودة في الجزيرة العربية يعني، ولها أيضا مكانتها ودورها في المجتمع الخليجي يعني، وهي الأبرز كذلك في ما يجري الآن في الدوحة، كونها يعني الأكثر عددا وتم إقصائها بشكل كبير من الانتخابات. ما هي خطورة استبعادها من الانتخابات القطرية؟ نعم أستاذ الكريم، من المؤسف أن نرى قبيلة المرة والغبائل والعوائل التي بنت قطر لا يحق لهم الترشح والانتخاب، وأنه لهذه الدرجة يتم سلب الحقوق من نصف مكونات الشعب القطري. فقبيلة المرة مكون رئيسي من مكونات الشعب القطري، ولذلك نعتقد أنه كان يجب على قطر وبعد الانفتاح الذي تدعيه العالم أن تراعي هذه الحقوق لمواطنيها، والتي يترتب على الانتقاص منها مشكلات كبيرة لها انعكاسات سلبية على مستقبل البلد. وهناك من حذر من أن قانون الانتخاب في قطر أوجر كرة لهب قد تكبر وتتدحرج بشكل لا يستطيع أحد ضبطه مستقبلا. وبالطبع لم نكن نتمنى سجن المواطنين القطريين دون محاكمات لمجرد أنهم يطالبون بحقوقهم. ومن المهم في هذا المقام أن ننظر لما يجري اليوم في قطر من منظور شامل، حيث أنه بالتوازي مع ما سبق الإشارة إليه نشهد عدم التزام قطر بما تم الاتفاق عليه في الغمتين الخليجيتين رياض والعلا، وهذا أمر مهين لمن ينقض العهود وأن يكون على هذا المستوى من التعاطي. لكن هذا الأمر ليس بجديد على من اعتدى على الزبارة والديزل وزور الوثائق وعمل على تجنيس المواطنين البحرينيين. وفي المقابل ماذا فعلت البحرين إذا هذه المسافة القطرية؟ البحرين بكل أمانة احترمت حق الجوار ولم تعمل في أي يوم من الأيام ضد المصالح القطرية، وما زالت ملتزمة بالعهود وكافة المواثيق الإقليمية والدولية. نعم سعادة النائب، أيضا حين يصرح وزير الخارجية القطري ردا على ما يجري حاليا بأنه على مجلس الشورى الجديد معالجة الأمر، يعني ألا تجد أن في تصريح الوزير القطري يعني نوعا من الاستخفاف لنقل في المواطن القطري؟ نعم بطبيعة الحال حين يدعي وزير الخارجية القطري أن المجلس الذي ستفوزه هذه الانتخابات المثيرة للجدل أمانة هو من يعالج ويعدل التشريعات، فهذا الكلام غير واقعي بالمرة، لأن المجلس المتوقع بطبيعة الحال غير شرعي ولا يمثل عموم الشعب القطري. بعد استبعاد قانون الانتخابات لحوالي نصف هذا الشعب واستبعاد القبيلة المرة ذات الوجود التاريخي ليس فقط في قطر بل في دول الخليج كافة، بطبيعة الحال لا يمكن لمجلس كهذا أن يوافق على تحسين وأصلاح الوضع، لأنه جاء عن غاب نسيج اجتماعي ضعيف وانتقاص واضح لحقوق سياسية لمكون رئيسي في الشعب القطري وهو قبيلة المرة. نعم شكرا لك سعادة السيد محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. أعود مجددا إلى السيد ديفيد باول. سيد ديفيد، قانون الانتخاب القطري قسم المواطنين إلى ثلاث مستويات ومنع بعضهم من الترشح والانتخاب، ما دفع البعض إلى مقاطعة هذه الانتخابات المقررة يعني في الشهر القادم. في رأيك هل المقاطعة تكفي في هذا الموضوع؟ When you say enough, I'm sure the elections will go ahead, whatever boycott there is from some sections of society. As you mentioned, this has. أنا متأكد من أن الانتخابات ستمضي قدما مهما كانت المقاطعة. كما ذكرت، إن هذه الانتخابات مثيرة للجدل، فقد كانت هناك مظاهرات عامة ضد هذه الانتخابات من قبل أشخاص تم حرمانهم من حق التصويت، وهذا ما حدث مع قبيلة المرة على وجه الخصوص الذين فقدوا الجنسية وحق التصويت والترشح. سيد ديفيد تفضل، أرجوك بالبقاء معي. سيد باري، مقردون قطريون أطلقوا هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي مفاده أن قبيلة المرة وجدت في قطر قبل الحكومة، إلى أي مدى سيؤدي هذا القانون المسيء لقطر بالدرجة الأولى إلى تفكك المجتمع القطري؟ Well, I think a couple of things to say. And remember, I am from an outside. أنا أنظر إلى الموضوع من وجهة نظر خارجية، ولعلي أشير هنا إلى أن في سياسات الشرق الأوسط وأفريقيا المجتمع القبلي مهم للغاية، وأظن أنه من المهم أخذ وجهات نظرهم في الاعتبار، إلا أن مجلس الشورى بصيغته الحالية لا يحقق هذه الغاية.
أما الأمر الآخر يتعلق أساسا بقانون تنظيم الناخبين، فمن الإشكاليات الموجودة فيه تصنيف الأشخاص الذين ينتمون إلى قطر منذ عام 1930 وما بعده. والمشكلة هنا أن الكثير منهم أفراد القبائل القطرية كانوا خارج قطر وعادوا إلى البلاد بعد الثلاثينيات. في الأساس هناك مشكلة في القانون الحالي الذي يحكم الناخبين، والذي يترك قبيلة المرة في موقف صعب، وهذا أمر يجب مناقشته وإيجاد حل مناسب له. ولكن مع قرب الانتخابات لا أعتقد أن هناك متسعا من الوقت لذلك. نعم سيد باري، أرجوك تفضل بالبقاء معي. كما يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. أهلا بك سيد الكريم. إذن تحدثنا منذ قليل عن المواطنة الخليجية مع السيد محمد السيسي. يعني المواطنة الخليجية إحدى أهداف مجلس التعاون، وهي تعني في جوهرها المساواة باعتبارها ترسيخا للهوية الخليجية، لكن إلى أي مدى يعني تنتقص الانتخابات القطرية من معايير المواطنة الخليجية؟ مساء الخير طبعا، وأنتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين. وبداية يجب يعني أن نشير إلى أن نظام الدوحة كان وما يزال يطرح عبر قنواته الإعلامية وغيرها من آليات تنفيذ استراتيجيته الإعلامية، يطرح فكرة تقوم على أساس طرح الرأي والرأي الآخر، بمعنى أنه يتدخل بشكل مباشر في شؤون الدول الأخرى تحت هذا الشعار وتحت شعار حرية الكلمة وتحت شعار تحليل الوضع على أرض الواقع في دول معينة، وهو طبعا نهج مرفوض بطبيعة الحال، لأنه يصب دائما ضمن المخطط القطري اللي ينتهج توجه واضح في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال مبادرات جزء منها إعلامي وجزء أمني وغيرها. اليوم طبعا وبالعودة إلى سؤالك، ونحن نتطرق إلى واقع الانتخابات القطرية، أود هنا أن نوضح أن ذلك يأتي في إطار مختلف. لماذا؟ لأن قطر عضو في منظومة دول مجلس التعاون، هذا الكيان الجامع واللي كما نعلم جميعا بأنه أتى نتيجة لتطلعات حكمة وقادة القادة المؤسسين الذين وضعوا ضمن أهدافه تحقيق التنسيق الكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولا إن شاء الله إلى من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وأعتقد من أهم هذه الأهداف وبالعودة إلى سؤالك كذلك هو توثيق الروابط بين الشعوب، وبالتالي أهم معيار في هذه في 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 موضوع الروابط بين الشعوب وفي تحقيق هذا الهدف السامي لمن وضعوا النظام الأساسي لمنظومة دول مجلس التعاون هو أمانة أن يكون هناك مساواة. المساواة كما نعلم في جوهرها هي ترسيخ للهوية الخليجية. اليوم نحن نجد بأن هناك انتقاص واضح لهذا المعيار إلى معيار العدالة وإلى معيار المواطنة الخليجية المحقة أو الصحيحة، لأن هناك أحد الدول الأعضاء تقوم بالانتقاص بشكل مباشر وتنتقص في شيء مهم، وهو اختيار وترشيح وانتخاب أعضاء أحد أهم السلطات الثلاث اللي كل دساتيرنا تنص على أن السلطة فيها تكون للشعب، وبالتالي إذا لم نسمح لأفراد هذا الشعب أن ينتخبوا وفق إرادتهم الحرة ووفق قانون للانتخابات يسمح للجميع بأن يشارك في هذا الكيان المؤسسي، فنحن ننتقص من هذه المواطنة الخليجية المحقة. أمر آخر أعتقد هذا ليس فقط كلامي، ولكن هناك أمر آخر ودت أن أؤكد عليه بأن هذا التحليل وليس تحليل شخصي مني فقط، هو تحليل أعتقد يعني واضح وموجود، وقد يعني كان هناك العديد من المنظمات الحقوقية الدولية في الأيام الأخيرة التي تحدثت عن العملية الانتخابية وقالت بأن بها تشوهات، هذه التشوهات قد قامت بحرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة، وهي رسخت مبدأ، وأعتقد هنا الخطورة، هذه الممارسة ومن خلال إصدار قانون رسخت مبدأ أن المواطنين في قطر هم ليسوا متساوون جميعهم في الحقوق والواجبات. نعم لا شك، هو قانون الانتخابات عموما يعني أستاذ علي يعني فضح أيضا قوانين أخرى، منها قانون الجنسية والذي يقسم المواطنين إلى يعني أصناف وإلى مستويات درجة أولى ودرجة ثانية، وهذا يعني يعطي يعني مؤشرات بأن يعني حتى في المستقبل القريب والبعيد
قد يتكرر هذا الأمر، قد يستمر، قد تكون هناك قوانين أخرى أيضا يعني تستمر في تقسيم المجتمع القطري. الغاية من أي عملية ديمقراطية سيد الكريم هي تحقيق العدالة والمساواة، لكن في الحالة القطرية هذا النظام برمة هذا النظام الانتخابي والقوانين وكذلك أيضا يعني القرارات التي صاحبت هذه القوانين يعني تقصي شريحة واسعة من القطريين، فما هو تعليقك على ذلك وما خطورة ذلك على مستقبل هؤلاء الأشخاص؟ طبعا جزئيتي، أنا أعتقد في الجزئية الأولى في كون أن العملية الديمقراطية كما أنت وضعتها وأنت محق فيها هي تحقيق للعدالة والمساواة، ونركز هنا دائما على أن العدالة والمساواة لا يمكن أن يحققوا يعني كهدف سامي لأي دولة دون أن ينص دستور هذه الدولة على تحقيقهم. وبالعودة أعتقد إلى يعني الدستور القطري، سنجد بأن الدستور القطري نفسه يعني قد نص بأن المجتمع القطري يقوم على دعامات من ضمنها العدل والإحسان والحرية والمساواة وغيرها. والدستور القطري كذلك ألزم الدولة القطرية في أن تصون هذه الدعامات المهمة للمجتمع والتي هي في النهاية تكفل أمن واستقرار هذا المجتمع. ومن أهم هذه الدعامات هو مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بل أن الدستور كذلك القطري نفسه قد ألزم الدولة أن تعمل على توطيد روح الحرية الوطنية، أن تعمل على توطيد التضامن، أن تعمل على توطيد الإخاء بين المواطنين. الدستور نفسه كذلك نص في أحد مواده بأن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غير ذلك. وبالتالي إذا صدر قانون في قطر، هذا القانون يقصي المواطنين القطريين أنفسهم، أن نجد بأن هذا القانون لا يحقق الشق الأول من سؤالك، لا يحقق العدالة، ولا يحقق كذلك الشق الثاني من سؤالك، بمعنى أنه لا يحقق المساواة بين المواطنين. بمعنى أننا على أرض الواقع نجد بأنه لا يوجد تحقيق فعلي لتلك المواد، خاصة أن القانون هذا المعني بالانتخابات يسلب شريحة واسعة من المواطنين من حق دستوري أصيل، بمعنى المشاركة في العملية الانتخابية هي أحد أهم دعامات العدل والمساواة. من جهة يمكن أخرى كذلك، وإذا أدنت يعتقد كذلك يعني مهم أن نبين بأن دولة قطر هي طرف في مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بموضوع المساواة، بموضوع العدالة. دستورها نفسه ينص على أنها تحترم المواثيق الدولية وعلى أنها تنفذ الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرف فيها. نجد بأن دولة قطر هي طرف في الاتفاقيات الدولية كثيرة، من ضمنها اتفاقية مناهضة التمييز، وهي هنا تميز بين مواطنينها، من ضمنها العهد الخاص المعني بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يعني هي أيضا تحرم المواطنين من المشاركة بعدالة في العملية الانتخابية. وبالعودة يمكن حتى للدستور نفسه، الدستور عندما ينص بأن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النص أو اللغة وغير ذلك، سنجد بأن قطر كذلك من الدول التي قبلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر من الأمم المتحدة عام 1948، والذي أخذت قطر جزء من هذا الإعلان ووضعته في دستورها هي تخالف ذلك. نعم، دعنا الآن يعني أستاذ علي، دعنا الآن في مسألة الدستور. يعني أنت استشهدت بالدستور القطري وذكرت أن يعني ما يعني صدر من قرارات خص الانتخابات أو غيرها من الأمور تخالف هذا الدستور، إذن هناك مخالفات دستورية. كيف تفسر إذن غياب يعني مؤسسات دستورية عن مثل هذا القانون التمييزي الذي يعني يصنف المواطن القطري إلى درجات، ولماذا ترك القانون أيضا إدارة العملية الانتخابية ككل للجهاز التنفيذي الحكومي بدلا من جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية؟ والله سؤال مهم وسؤال جوهري، وأتصور يمكن يعني من المهم أن أشير هنا إلى أن الديمقراطية في الأساس هي ممارسة. الديمقراطية هي ليست كلام مكتوب موجود في قوانين أو موجود في الدستور نفسه أو موجود في قرارات تنظيمية. الديمقراطية هي ممارسة فعلية على أرض الواقع، وبالتالي إذا لم يكن هناك يعني تأكيد على هذه المبادئ على أرض الواقع، أو إذا كان هناك غياب لمؤسسات دستورية معينة تقوم بالرقابة على تطبيق هذه القوانين، تقوم بالرقابة على أن هذه القوانين يعني متوائمة وتطبق
أحكام الدستور. إذا لم يكن ذلك موجود على أرض الواقع فإن ذلك يفسر بأن الديمقراطية هذه هي ديمقراطية شكلية وغير موجودة. وفيما يتعلق بالجزء الآخر من سؤالك، يعني كيف يجب أن تدار العملية الانتخابية؟ يعني هل تترك هذه العملية للجهاز التنفيذي الحكومي؟ هل تكون مع جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية؟ يعني كما نعلم بأن يعني أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب تؤكد على أن العملية الانتخابية والتي سينتج عنها سلطة تشريعية ستقوم بالرقابة والمحاسبة يعني لعمل السلطة التنفيذية، يجب أن لا تدار من السلطة التنفيذية ابتداء، بمعنى يجب أن تترك عملية إدارة الانتخابات الرقابة عليها إلى سلطة أخرى. معظم الدول ويعني في الممارسات والمؤسسات أو الدول التي تعتمد على الممارسات الدولية الفضلة والدول التي لديها تجربة ديمقراطية حقيقية تقوم بإيكال هذا العمل إلى السلطة القضائية. أعتقد لا يوجد أكفأ من السلطة القضائية كسلطة ثالثة تراقب السلطتين في أن تقوم بإدارة هذه العملية الانتخابية، ولا أن تترك إلى الجهة التنفيذية للمفترض بأن هناك يعني ناتج سينتج عنه سلطة تشريعية ستراقب أدائها وستقوم بمحاسبتها. على سبيل المثال نجد بأن معظم دول العالم قد اعتمدت هذا الموضوع في الرقابة على العمليات الانتخابية، قد صممت حتى يعني العملية الانتخابية الإدارات المعنية بالانتخابات لكي تعطي مصداقية، كذلك لكي تعطي ثقة للمواطنين بأن العملية الديمقراطية يعني تطبق على أرض الواقع بشكل صحيح. يجب أن نتذكر بأن الثقة بالعملية الديمقراطية برمتها لا تأتي كذلك لا تأتي فقط من التشريعات أو القوانين المنظمة، ولكن تأتي كذلك من الشق الآخر المهني والفني، تأتي كذلك من كيف تدار هذه العملية من الجهات التي تقوم بالإشراف على هذه العملية، كذلك السماح لمؤسسات المجتمع المدني أن تراقب أن تحضر، وهذا أعتقد يعني كل غائب في الحالة القطرية. شكرا. وينال كذلك من مصداقية هذه العملية. نعم الشيئة. شكرا جزيلا لك سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. عودوا لضيفي الكريم من لندن السيد ديفيد باول. سيد ديفيد، الحصول على الجنسية يعني الحصول على حقوق المواطنة الكاملة، إلى أي مدى تتعارض هذه التصرفات القطرية مع الأعراف الدولية التي تؤكد نيل المواطن حقوقه الكاملة بعد اكتساب الجنسية؟ Well, I think it's important to point out that the Qatari Constitution itself calls for equal. أعتقد أنه من المهم الإشارة إلى أن الدستور القطري نفسه يدعو إلى المساواة في الحقوق لجميع المواطنين سواء كانوا من المواطنين أو المتجنسين. هذا القانون ومن خلال التمييز ضد المواطنين ومن يستطيع التصويت أو الترشح فإنه ينتهك في الواقع دستور قطر نفسه وبالطبع المعايير الدولية أيضا. وهنا تكون تقارير حقوق الإنسان واضحة تماما بأن جميع مواطني أي بلد وجميع أولئك الذين يعيشون في البلاد يجب أن يتمتعوا بالحق في التصويت. هذا الأمر قد لا تنفرد به قطر لكنه مثال صارخ بشكل خاص في قطر، فهناك نحو 3 ملايين شخص يعيشون داخل البلاد، 90% منهم ليس لديهم الحق في التصويت على الإطلاق، فقط 300 إلى 400 ألف مواطن قطري لديهم هذا الحق، أي 90% من الموجودين داخل الحدود القطرية محرومون من ممارسة حقوقهم المدنية، وهذا بالتالي انتهاك للمعايير الدولية وأيضا انتهاك للقانون الدستوري القطري. نعم سيد ديفيد تفضل بالبقاء معي، أنتقل إلى السيد باري. سيد باري، كيف تفسر تجاهل الإعلام القطري لهذه القضية الإنسانية الكبيرة في الوقت الذي يتدخل في شؤون الدول الأخرى شرقا وغربا؟ Well, I have to be honest and say that looking at the international press. يجب أن أكون صادقا وأقول إني لم أشاهد تغطية إعلامية كبيرة في الصحافة الدولية للانتخابات في قطر، وفي التغطية الدولية كان هناك تقارير مهمة تتناول بعض تفاصيل الانتخابات القطرية مع منظمات دولية لحقوق الإنسان
التي أدانت الانتخابات القطرية، على وجه التحديد بسبب ما وصفوه بالتفرقة بين القطريين الأصليين والقطريين المتجنسين، واعتقادهم بأن هناك انفصالا بينهم وأنهم يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية وأقل شأنا من بقية المجتمع من ناحية التصويت، وهذا أمر يتناقض مع مبدأ الانتخابات والديمقراطية. نعم سيد باري تومالين، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. نعم سيد ديفيد، أختم معك بهذا السؤال، فيما لو تم تنظيم الانتخابات القطرية على هذا النحو، هل يعد ذلك تجربة ديمقراطية سليمة؟ Well, if you talk about democracy, you could say it's a step on the way to a democratic experiment, but it's hardly democratic. We're talking about. إذا تحدثت عن الديمقراطية، يمكنك القول إنها خطوة على طريق تجربة ديمقراطية، لكنها ليست ديمقراطية. نحن نتحدث عن التصويت على 30 مقعدا من أصل 45 في مجلس الشورى. 15 من هذه المقاعد سيتم تعيينها من قبل الأمير. الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس هي محاسبة الوزراء والتدقيق في الميزانية وإعطاء الموافقة أو عدم الموافقة عليها، ولكن هذه الصلاحيات لا تشمل الإشراف على الاقتصاد أو الاستثمار الدولي، لذا فإن صلاحيات المجلس محدودة للغاية ولن يتم انتخاب جميع الأعضاء في هذا النظام. نعم شكرا لك سيد ديفيد باول، الكاتب في الشؤون العربية والدولية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. احتارت وسائل الإعلام ومعها المنظمات الحقوقية بأي الأوصاف تصف هذه الانتخابات المنقوصة، فلم يسبق وأن قدمت دولة في العالم نموذجاً كالنموذج القطري البعيد عن المفهوم الواسع للديمقراطية، ويبقى لسان حال المواطن القطري المحروم يتساءل: لماذا نتساوى بالواجبات دون الحقوق؟ ولماذا أكون شريك الماضي وتسلب مني شراكة المستقبل؟ ما هو موقعي اليوم على أرض أنجبتني ودفنت فيها أجدادي؟ شكراً لكم متابعينا على هذه المتابعة، وإلى اللقاء.